أن يوفق في هذه المراوغة. الموهبة الجزائرية حاضرة، الخامة الجزائرية حاضرة، الإبداع الجزائري حاضر. كرة ما فيها تسلل، فرصة خطيرة هندوراسية، فرصة هندوراسية، فرصة فرصة، والكرة تبعد. لا 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 لا، المرمى. كان هناك تسلل أم لا؟ لنتابع هذه الكرة. تأخر كبير في الخروج. فيها تسلل، هذه التسلل واضح كل الوضوح. الحكم المساعد لم يرفع رايته، والحكم ساندرو ريكي لم يعلن عن ذلك. التسلل كان موجودا في الكرة الأولى. حتى لا نلوم الدفاع الجزائري، التسلل كان واضحا وضوح الشمس. ساندرو ريكي خطأ تقديري من حكم المباراة، يكلف النخبة الجزائرية أول الأهداف. من ثلاث أسماء مختلفة تماما، وخلل كبير. سفيان بن دبكة يتدخل، كرة بالراس، يا هدف ثاني لمنتخب الهندوراس، هدف ثاني لمصلحة المنتخب الهندوراسي. راسية مباغتة لفريد شعال. يا فريد، يا شعال.